أخي سعيد من ألمانيا يقول: كيف كان منهج الشيخ ابن باز في التعامل مع المخالف؟ يقول: قرأت أشياء جميلة لكن أحب أن أصنع مقاطع لقناتي، له قناة على في الألمانية يردها ما شاء الله مجموعة من يعني مئات بل آلاف من الأشخاص، وأريد أن أقف على بعض الجوانب لهذا الإمام ابن باز، يعني بما تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالكلام عن سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى قد يطول، ولكن في هذه الجزئية وهي كيفية التعاون مع المخالف، ولا شك أن هذا المنهج نحتاج إليه في هذا الوقت. صحيح. أولا، الشيخ رحمه الله يبحث عن الحق، ولهذا هو رحمه الله ما يبحث عن شيء لنفسه، لا أن يكون قوله هو المقدم على قول من سواه من أهل العلم، ولا أن يتشفى من أحد خالفه أو وقع فيه، بل الشيخ رحمه الله أحسبه، وهذا الذي رأيته خلال سنوات طويلة، أن الشيخ رحمه الله متجرد يريد الوصول للحق، ولهذا إذا تبين له الحق رجع إليه، وإذا تبين أن الحق هو الذي قاله أصر عليه، وهذا مشاهد في حياة الشيخ رحمه الله، وهذا يذكره من خالط الشيخ سواء من تلامذته أو من أقرانه أو حتى من المسؤولين الذين تعاملوا معه رحمه الله تعالى. فأولا، الشيخ رحمه الله معاملة مع المخالف أولا حمله على أحسن المحامل، ولهذا يبدأ بالمناصح له، إما بالمكاتبة، إما بالمهاتفة، إما باللقاء، ويبين ما عنده من الخطأ الذي رأى الشيخ أنه قد خالف فيه الدليل، ويسمع ما عنده ويناصحه برفق لعل وعسى. فهو لا يبحث عن التشهير رحمه الله، بل يبحث عن رد الناس إلى الحق، وخاصة ممن ينتسب إلى العلم والفضل ومن له أثر في الأمة لعل وعسى، لأن الإنسان إذا جعل بينه وبين المخالف جسرا من المحبة وجسرا من التواصل والنصح والتعاون على البر والتقوى أثر فيه، بخلاف من يأتي إلى المخالف فيقع في الشخص، أحيانا يقع في عرض الشخص ليس في المسألة المخالف فيها، هذا لا شك أنه ينفر، حتى لو كان يعرف أنك على حق لكن أنت صدمته أو هيجته بحيث أنه لا يقبل الشيخ أبدا، إنما بالرفق واللين والمناصحة، ولا ينتصر لنفسه رحمه الله. ولهذا هذا مهم جدا، أدب الإنسان حينما يرد على المخالف ألا يكون في شيء من حظوظ النفس. أنا أذكر مرة أن الشيخ رحمه الله كتب ردا على أحد المخالفين، ولما بدأ يكتب قال له أحد الجلوس: يا شيخ، فلان أيضا يتكلم فيك ويقع في عرضك. فتوقف الشيخ، قال: يتكلم فيني؟ قال: نعم. قال: وين الورقة اللي أمليت عليك؟ قد أملى يمكن أسطر. فأخذها ومزقها وقال: لن أرد عليه، لأنه إذا كان قد رد علي قد الشيطان يكون له يعني إعانة على أخي في غير الحق، وقد يكون شيء من حظ النفس، وقد يعني تحمل على غير المحمل، ولهذا لعل أهل العلم يردون عليه. هذا واحد. الأمر الثاني، الشيخ رحمه الله لا ييأس من المخالف، يكرر معه النصيحة والتوجيه بالكتابة بالمهاتفة باللقاء، المهم الشيخ لا ييأس ما دام أن هناك بارقة أمل يمكن أن يصل إلى الحق معه. وكم من الأشخاص كرر معهم القول والمناصحة حتى رجعوا، ومنهم من أصر واستمر. فالشيخ رحمه الله لا يكتب على هذا الشخص ويرد على هذا الشخص إلا إذا أغلقت الأبواب وأصر على رأيه، ورأى أيضا أن رأيه قد ظهر وفي خطر على الأمة، حينئذ يكتب، وأيضا يكتب بغاية الأدب، لا يتعرض لشخص، صحيح، لا يتعرض للشخص أبدا، إنما يتعرض لي
مقالتي مع الدعاء له إن الله يهديه وأن يوفقه وأن يرده إلى الحق والهدى. وأذكر مرة أن الشيخ رحمه الله عنده جاء بكتاب البيهقي في الأسماء والصفات، والبيهقي معلوم أن عنده شيء من الأخطاء في مسألة الأسماء والصفات لأنه تأثر بمذهب الأشاعرة. الشيخ ما عنده وقت أن يراجع الكتاب، فكتب إلى أحد طلاب العلم في الإفتاء وقال له لعلك أن تراجع الكتاب وأن تشير إلى الأخطاء التي أخطأ فيها البيهقي وأن تبينها وأن ترد عليه، ولكن ينبغي أن ترد عليه رد العلماء وأن تعرف قدره وفضله، فهو عالم وإن أخطأ. يعني شوف الآن كيف يؤكد على هذا النقطة، يؤكد نعم مكتوب هذا موجود، مع أنه يعني ما اختار إلا شخصا نعم يعني يؤكد عليه حقيقي، يعني لأن بعض الناس أحيانا لما تخالفه ينتقل من الكلام في المخالفة في المسألة إلى الشخص، أنت كذا وأنت كذا وأنت مو صحيح. الآن إذا انتقل يعني الجدل أو الرد أو البيان من المسألة إلى الشخص، إذا تجاوزنا الحدود الشرعية والحدود العلمية، هذا ما له علاقة. ومرة من المرات أيضا الشيخ يحرص على هذا، أنه دائما يحاول أن يرد على فكر المخالف وعلى أخطاء المخالف، على الفكرة عموما يعني ما استطاع من غير أن يشير إليه، لكن إذا اضطر إلى أن يشير إلى الشخص فلا بأس. يعني بعض الناس يقول لا تذكر اسم المخالف، لا، إذا احتجنا إلى ذكر اسم المخالف وبيان من هو مع الأدب طبعا ومناقشة الفكرة حتى يحذر منه ما في إشكال، لكن إذا كان المخالفة موجودة لكن الشخص غير معروف فحينئذ يبين الخطأ حتى لا نشاهد الشخص.